ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض الشنطة دي. هنبدأ بخطوات سهلة. هنبدأ بعودة البداية وهنرتفع 14 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 14 كده معايا 14 سلسلة. هسيب أول سلسلة من الـ14 تمام، وهلف الشغل وأبدأ أعمل 13 غرزة منزلقة. على طول السلسلة13 غرزة منزلقة في طول كده. هرتفع سلسلة وأبدأ أعمل غرزة حشو في الصف تحت السلسلة. أهو 1 غرزة الحشو، ندخل تحت حرف البي ونسحب انا كده. عملت غرزة حشو تحت كل غرزة حرف بي تمام. يبقى انا في الاول ارتفعت 14 سلسلة، سبت اول سلسلة من جنب الابرة، وبعدين عملت غرزة منزلقة في ظهر السلسلة لحد نهاية السطر اللي هو 13 غرزة، ورجعت ارتفعت سلسلة وما حسبتهاش معايا، وعملت غرزة حشو تحت حرف البي لطول السطر. هعمل ايه كمان؟ هرتفع سلسلة وابدأ اعمل غرزة حشو تاني على طول السطر. يبقى أنا في كل سطر بعمله بعمل غرزة حشو لنهاية السطر، وما بنحسبش غرزة الارتفاع معانا لحد ما نوصل لقاعدة الشنطة اللي احنا عايزينها. دي اخر غرزة معانا. هرتفع سلسلة والف الشغل واعمل غرزة حشو لنهاية السطر لحد الحشو. وصلت لاخر غرزة في الشغل، هرتفع السلسلة وكده يبقى انتهينا من قاعدة الشنطة بتاعتنا تمام. هبدأ ألف الشغل كله بغرزة منزلقة. بالشكل ده هلف كل الشغل لحد ما اوصل لنقطة النهاية بتاعتي واقفل الشغل وارجع. كده خلصت دوران الشغل كله بغرزة حشو، هبدأ اقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة ارتفاع عملتها تمام. وبكده تبقى القاعدة معايا بالشكل ده.
وأبدأ أشتغل جسم الشنطة نفسه. بعدين هنرتفع 24 سلسلة. كده 24 سلسلة ارتفاع. هسيب السلسلة اللي جنب الإبرة وأعمل غرزة حشو في تاني سلسلة هتقابلني، يعني 23 غرزة حشو. هي 23 غرزة حشو. هرتفع سلسلة ومش هحسبها، وهعمل في الصف التاني 23 غرزة حشو عادية لنهاية السطر. كده آخر غرزة في السطر التاني 23، هرتفع سلسلة. كده أنا معايا 23 غرزة حشو في السطر الأولاني والتاني. السطر التالت هرتفع سلسلة وهبدأ أعمل أول غرزة فيه تناقص. بالشكل ده تاني ارتفعت سلسلة ولفيت الشغل عشان اعمل السطر التالت. ادخل في اول غرزة اسحب الخيط، وفي تاني غرزة اسحب، وبعدين اسحب الخيط من التلاتة، وده اول تناقص معايا. يبقى السطر التالت برتفع سلسلة واعمل غرزة تناقص في اول غرزة، وبعدين غرزة حشو على طول السطر. ودي اخر غرزة في السطر حشو عادية. تمام، وكده يبقى انتهيت من السطر التالت. طيب السطر الرابع هبدأ ارتفع سلسلة في اول غرزة تناقص. يبقى انا مع بداية كل سطر بعمل غرزة تناقص. وبعدين غرزة حشو لطول السلة، اعمل اول غرزة تناقص من بداية السطر التالت، وبعدين غرزة حشو لنهاية السطر. ألف الشغل، ارتفع سلسلة وأعمل غرزة تناقص في أول السطر، وبعدين غرزة حشو لنهاية كل سطر. هستمر على كده لحد ما أوصل لطول الشنطة اللي احنا اتفقنا عليها، لحد ما وصلت إن آخر سطر معايا فيه 10 غرز. وكده انتهيت من القطعة دي معايا، وارتفع سلسلة ومش هحسب معايا الارتفاع. تمام، وابدأ اعمل عمود بلفة في اول 3 غرز هتقابلني. ادي 1 2 3. كده انا عملت 3 عمود بلفة
في اول 3 غرز قابلتني في اول زاوية معايا او في اول جنب معايا. بعدين هبدأ اعمل غرزة حشو في كل غرزة هتقابلني. انا وصلت لاخر 3 غرز، هعملهم عمود بلفة زي التلاتة. قفلت الشغل بتاعي وبعدين بدأت ب3 عواميد فوق كل غرزة وغرزة حشو على دوران القطعة في الـ3 الاتجاهات دول، وجيت عند اخر 3 عملت غرزة عمود بلفة في 3 اخر غرز. قطع تاني بدون اي تزايد، نفس القطعة بنفس الحجم بنفس المقاس، ونرجع عشان نقفل الشنطة. للشنطة اهي معايا نفس مقاس القطعة الاولى، مفيش اي اختلاف ما بينهم. هبدأ اقفل الشنطة بتاعتي. اول حاجة اركبها هي السوستة. حددت المنتصف هنا ومن الاتجاه التاني حددت المنتصف كده، منتصف القاعدة. انتهيت كده من تقريبا الحزام، هشتغل. وحبيت يكون جزء حديد وجزء الخيط نفسه.